الغردقه فرع فرع. احنا هنا النهارده موجودين في الطمية، وان شاء الله يوم السبت الشيخ زايد هنبدا، ويوم الاثنين ان شاء الله مدينه نصر. طبعا احنا عاملين الترتيبه دي كلها عشان يبقى كل واحد اخد حقه في الافتتاح بشكل كويس جدا، واحنا شايفين الشغل قدام عينينا ونرتب الشغل. طبعا هيحصل كده في البدايه زحمه، واولياء الامور طبعا مستعجلين عشان اللبس والكلام ده كله، طبعا احنا مخضرينه وده شيء طبيعي. الحمد لله النهارده بدايه موفقه للاكاديميه، هيعدي ان شاء الله اسبوع اسبوعين هتلاقي كل ولد بعد كده عارف مكانه في الملعب وعارف شغله في الملعب. طبعا عندنا شغل مع سن صغير جدا، 4 سنين، ده شغل مش سهل، يعني ان انت تبتدي تشتغل مع الولد وتحفظه زي ما انت سامع كده، ولد صغير 4 سنين عايز التمرين، مش عايز التمرين وعايز يلعب كوره، فده طبعا سن. انا مبسوط جدا بالشغل مع الولد ومبسوط جدا بالبدايه، ان شاء الله كمان يعني تكونوا موجودين معانا في شيخ زايد او ومدينه نصر هتشوفوا حاجه كويسه. الحمد لله عندنا اعداد كبيره جدا ويعني بدايه موفقه جدا بالنسبه لنا، محتاجين ان احنا نشتغل اكتر من كده كمان شويه في الفتره اللي جايه دي. اتمنى طبعا ان احنا السنه دي يعني يبقى موسم جيد وربنا يكرم يعني ان شاء الله. انا لسه جاي الفجر من كنا بنشوف الفروع الثانيه، الفروع اللي عايزه تفتح لسه في اسكندريه، ورحت على البحيره وان شاء الله في حاجات كتيره قوي في الفتره الجايه، وانا متواجد معاهم يعني انا متواجد على طول، ولازم المدربين حاسين يحسوا بينا واحنا موجودين في الملعب، مش رقابه اكتر من هي تنظيم ان احنا نبقى موجودين. احنا يعني لما خدنا التكليف ان احنا نبقى موجودين يعني كان هو ده الهدف، ان احنا نبقى موجودين طول الوقت، موجودين مع الناس في الملعب والناس تشوفك وتتكلم معاك. انا يعني دوري اكتر بره الملعب، يعني كابتن عبد النبي طبعا هو اللي شغال فني اكتر وانا بساعده يعني على قد ما اقدر، وانا بحاول بقدر الامكان ان احنا اوفر له كل حاجه عشان يشتغل بشكل كويس، يقدر ان هو يشتغل مع الولاد بشكل كويس، يستفيد حاجه محترمه السنه دي، ويبقى في شويه شغل محترمين. زي ما قلت في البدايه ان احنا عايزين الولاد يعني يتعلم يعني ايه كره قدم، يتعلم يعني ايه مهاره، واحنا شغالين على شغل المهاره بشكل كبير جدا، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله نقدر نستفيد بحاجه كويسه. الكره بقت علمي دلوقتي وبقت مش فهلوه، مش اللي هو ان انا اجيب الولد يقعد زي ما بيقولوا يتمرن ويجري ويروح تعبان، الكلام ده كله طبعا بيخلي الولد طالما مش في الاطار بتاعه السليم. الولد صغير 4 سنين ياخد قوه ايه وياخد سرعه ايه؟ الولد صغير 4 سنين و10 يعني السن الصغير ده ما بياخدش الحاجات دي خالص، انت بتوسع له بس المساحه بتاع الجسم، انما ما بتشغلوش على البدني وتعمل تشوهات في العضلات. الولد صغير ما ينفعش يعمل اطالات بشكل خطا، ما ينفعش يخش يعمل تمرين قوه بشكل خطا، ما ينفعش يعمل سرعات بشكل خطا. فاحنا الجزء الصغير طبعا احنا نحاول ان انت تعلمه وتحاول ان انت هو يشتغل على طبعا شغل بيحفظ، بس بيحفظ كرة تعدي على كل حته في رجليه تحفظها، يعرف اللمسه بتاعتها دي عامله ازاي، بيشتغل بطن رجله تبقى عامله ازاي، بيشتغل بوش رجله تبقى عامله ازاي، بيشتغل بكعب رجله تبقى عامله ازاي، يحس الكوره. ده مهم جدا، شغل برجل اللي هو مش شغال بيها، شغل يعني مش ممكن الولد يبقى بيكبر في السن ومش عارف بيلعب برجل واحده بيتحرك. فاحنا بنعلمه يعني ايه المهاره، بنعلمه يعني ايه ازاي يدخل جسمه على المهاره. انت بتشوف الولاد الصغيرين كله بيرقص الكره بعيد عنه، لا انا ازاي بعرفه ازاي ان هو المهاره دي ويدخل جسمه جوه المهاره، ازاي يبقى بيستفيد بمحتوى جسمه على ان هو ازاي يدافع الكوره، ازاي يحط جسمه بينه وبين المدافع وبين الكوره، حاجات كتيره كلها احنا بنركب على الغلس عندنا وقت طويل قوي. وطبعا عايزين نعلم الولاد صح، عايزين نعلمه وهو شغال الاوامر اللي بتطلع من هنا تتنفس كويس جدا، انما هي الفكره مش فكره ان انت يعني اي حاجه، لا انا عايز ان هو الاوامر كلها اللي بتيجي من دماغه تبقى بتتنفس بشكل كويس، هو ده المهم بالنسبه لي. لو قدرت ان انا خلال الفتره دي ان انا اعلمه ازاي يعني يطوع جسمه لكره القدم، يبقى انا استفدت منه كتير وتعلمت منه حاجه. هدفنا الفتره الجايه دي ان احنا نوسع قاعده النادي الاهلي في جهه المشاركين والمواهب، في مواهب في كل حته في مصر، فاحنا
بنحاول نساعد قطاع الناشئين، احنا موجودين في كل الاماكن، اي حد بيبقى كويس على طول بيروح قطاع الناشئين. احنا هنا كمان موجودين في ولاد كتير من السنه اللي فاتت اختيروا طبعا القطاع، ان شاء الله يبقى ليهم فرصه السنه دي. هو ده، احنا بنحاول ان احنا يبقى عندنا مجموعه من اللاعبين مميزين كتير جدا تقدر تشغل عليهم في كل مصر. في حاجات كتير قوي في مصر، ولاد كتير قوي في مصر مش قادرين يجوا القاهره، انت بتشغل معاهم لغايه ما بيجي وقت معين سن معين بتقدر انت تضمه معاك في قطاع الناشئين. احنا حتى السنه دي عاملين اهلي بيه عشان الناس تبقى كلها بتشارك، حتى اللي ما دخلش القطاع بيبقى موجود معانا يقدر ان هو يشتغل ويقدر ان هو يلعب مباريات عشان ياخد زي ما بيقولوا الاحتكاك المناسب عشان يقدر يشتغل. بداية الموسم بتبقى صعبة، تجهيزات ملاعب كور برامج فنية، فبتبقى دايما البداية بتبقى صعبة. فاحنا النهاردة طبعا موجودين من الساعة 3 عشان نبدأ الساعة 6. الحمد لله ظبطنا الدنيا، الأمور ماشية الحمد لله كويس أول يوم. طبعا المشاكل الأولانية اللي هي طبعا الناس بتأخر على ميعادها، فلسه حسام لبس لسه الولد تعليمات بداية الموسم بالنسبة له لسه أول مرة، فدي كلها بالنسبة لنا حاجة عادية يعني متعودين عليها. بعد كده العجلة هتلف، يعني أول أسبوع الولد يفهم إحنا إيه بالنسبة للشغل، النادي الأهلي إيه بالنسبة للشغل، فالأمور إن شاء الله تمشي كويس وهتبقى الموسم إن شاء الله. يعني النهاردة فرق الأطمية أول فرق بالنسبة لنا، فإن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا يوم السبت والحد عندنا الشيخ زايد، ويوم الاثنين والثلاثة عندنا مدينة نصر، فربنا يسهل إن شاء الله. الكابتن خالد بيه مش بعيد على الملعب، معروف اسمه، معروف يعني شخصية كبيرة في بالنسبة للكورة، فلازم يكون موجود جوه الملعب سواء مدير عام الأكاديمية، بس طبعا هو راجل في الأول وفي الآخر هو راجل ملعب، راجل كورة. أنا طبعا لازم يكون موجود في وسط المدربين بتوعي طبعا كراجل مسؤول فني، فشو طبيعي إن احنا من الأول تبقى نموذج للمدرب معاه في رص الأدوات في الملعب في كل حاجة، ده شو طبيعي إنك تبقى موجود جوه الملعب معاه. ممكن لو في ملاحظة ممكن توجه الولد في حاجة في جوه الملعب، حاجة فنية المدرب ممكن تكلمه جوه الملعب، يعني حاجات بينك وبينه بحيث إن الأمور تمشي بشكل كويس. هي قائمة على الأعمار السنية الصغيرة من 4 سنين ل15، فده بالنسبة لنا كويس. احنا العنصر الصغير لما يجي كتير بالنسبة لنا كويس، لأن ده سن تعليم، وأنا أتمنى إن يكون أغلب الأكاديمية في السن الصغير ده 5 سنين 6 سنين 7 سنين، لأن ده سن التعليم وده اللي بيستفاد الولد بيه، وبالتالي لو اتطور الولد هتلاقي حاجة كويسة، يعني ده سن تعليم بالنسبة لي كان يعني بداية السلم بتاع التنمية بتاع الولد، وده حاجة كويسة. فرع الأطمية من ضمن الفروع المهمة أو الهامة في أكاديمية النادي الأهلي، ده ثالث سيزون بالنسبة لنا ما شاء الله، ترتيبنا ما بين الفروع ده ثالث فرع بعد أهلي مدينة نصر أو أكاديمية النادي الأهلي مدينة نصر وأهلي شيخ زايد. الأعداد ما شاء الله في الزياد، المواهب ما شاء الله مع الوقت بتزيد. الهدف الأساسي لأكاديمية النادي الأهلي اللي هو أن يبقى في قاعدة عريضة من الأكاديميات تمد قطاع الناشئين باللاعبين. الهدف الحمد لله بيتحقق مع الوقت، مش هقول لحضرتك ان كم ولد طلع قطاع او بقى في الاكاديميه، بس هي الفكره ان احنا شغالين على الكيف مش على الكم. كابتن خالد بيبو مهتم اهتمام كبير بفرع الأطمية،
الحقيقة بيمدوا الفرق بكل حاجة، يعني مش بخلينين عن الفرق بأي حاجة، كل الدعم موجود الحمد لله. الحقيقة كابتن خالد بيبو مهتم اهتمام بفرع القطامية شديد شوية، لأنه فرع نجح في وقت قياسي، ده ثالث سيزون، فبالتالي لازم يبقى فيه اهتمام. وبصراحة هو ما يعني ما فيش حاجة بنطلبها إلا موجودة، المدربين دايما في عملية تدريب بالنسبة لهم، تنفيذ برنامج فني محدد. كابتن عبد النبي عاشور متواجد بصفه مستمره، كابتن خالد بيبو دايما بنتكلم مع بعض، دايما في اي حاجه بطلبها بينفذها. مش هقول برضو حاجه ان فرع القطاميه مجمع اولاد كتير من اماكن مختلفه. الفرع برضو بيتميز ان هو الملاعب مجهزه، الامكانيات الى حد ما متوفره. نادي دايموند من النوادي اللي لسه تحت الانشاء، لكن الأكاديمية الاهلي بالنسبه للفرع هنا مهمه جدا. يعني الساعة 4 والكابتن عبد النبي عاشور معانا والكابتن خالد. الساعة 4 بيبقى تجهيز الملعب، تجهيز الاولاد، تسليم اللبس، الحاجات دي بتبقى حاجات اداريه. بعد كده بننزل نشوف اذا كان مثلا في لعيب قديم، في لعيب بيبقى لسه جاي جديد، بنعمل مثلا اللعيب اللي جاي جديد بنعمل له عمليه اختبار او انتقاء، مثلا بنشوف الصفات البدنيه بتاعته، بنشوف الصفات المهاريه بتاعته. بعد كده بنبتدي نعمل له برنامج مخصص ونبتدي نحدد له هيجي مثلا مع الوحده، مثلا الوحده الاولى ناس الوحده الثانيه، بنشوف مثلا المميزين لوحدهم واللي هم لسه هيتعلموا لوحدهم، لان حضرتك دي اكاديميه، دي تعليم مش قطاع. ده احنا بنعلم بالظبط زي الالف وبيه بالظبط، زي لسه واحد داخل مدرسه وبيتعلم الف وبيه. اول حاجه نبص للصفات البدنيه بتاعته، التوافق، الكوردينيشن بتاع الحارس نفسه لازم يكون جسمه متناسق. بعد كده بندخل بقى المهاري، المهاريه دي بيتعلمها حارس المرمى. في حارس مرمى تالنت موهوب ما شاء الله بيجي لك، وحارس مصنوع في مصر انت عارف يعني الحارس الموهوب ده ممكن لو غاب عن الملاعب فتره بيجي بيشتغل على طول، المصنوع ده لازم تدريب على طول. فاحنا هنا اكاديميه بتختلف عن القطاع، برضو بعيدها تاني، القطاع بيجي له الجاهز حارس، حارس موهوب بيقدر يشتغل معاه تمرينات مركبه لكن احنا هنا بقول حضرتك تعليم الف في، وقفه الاستعداد ازاي، الكره على الارض تمسكها ازاي وتصلح له الركبه ازاي، الرجل اليمين ازاي، الرجل الشمال ازاي، الكره متوسطه ليها تكتيك معين، الكره يعني تعليم تعليم تعليم. حط 100 خط تحت كلمه تعليم دي، فعلا بيجي لك حارس ما شاء الله حاجه من عند ربنا رباني يعني. بس بيبقى عايز بقى ايه، عايز من المدرب تعليمات، لان بيبقى عنده دافع موتيفيشن، ده عنده دافع. لكن احنا تدريب حارس المرمى المدرب نفسه بيبقى عايز يديله تعليمات، عايز يديله تدريبات معينه بحيث ان هو يثقل نفسه، وبحيث ان هو بعد كده ناهله ان هو يوصل للقطاع باذن الله. عشان كده احنا بنحب الحراس الصغيرين جدا في السن، لكن لما يجي لي حارس كبير مثلا 2003 2004 بتبقى صعبه العمليه. لكن انا عندي هنا حارس 2012، لو انت حضرتك تشوفه لسه 2012 يعني دوبك عنده 6 سنين، بقاله سنه ما شاء الله بيعمل مهارات دلوقتي كلها كويسه، الارضي، المتوسط، الارتفاع، الارتماء الارضي، الارتماء العالي. مرحله بقى ان هو يعني يدخل القطاع دي لسه بدري عليها شويه. اول حاجه طبعا لازم احبب الولد في اللعبه اللي هو عايز يجي يمارسها اللي هو بيحبها، ما اكرهوش فيها، ما اخوفوش منها، لا لازم احببه فيها الاول. فبيجي لي الولد بشوف طبعا هو نفسيته
انهي يعني يتقبل انهي وضع، الوضع اللي هو اللي يجي بال يعني مراحه وافهمه واحده واحده، ولا بالوضع اللي هو في اولاد تيجي مثلا بالشد شويه. فطبعا ما ينفعش، لازم اشوف الاول نفسيه اللعيب اللي جاي لي الاول، وعلى هذا الاساس بقى ابتدي ايه ابني عليه التعامل اللي هيبقى بعد كده ان شاء الله. ولازم في الاول نبتدي زي ما اقول حركه في الاول، نحبب الولد في التمرين، نعمل له تمرين فني، نعمل له تقسيمات. هو الولد بيبقى جاي بيبقى فرحان بالتقسيمات، اي ولد بيبقى جاي بيبقى فرحان بالتقسيمات. وبعد كده ده في اول اسبوع تمام، وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نقيم الاولاد، كل ولد مثلا الولد دوت ينفع يتعامل مع التمرين دوت، والولد ده ينفع عشان ما ينفعش طبعا ايه اديله تمارين لولد لسه يعني لسه متعلم اساسيات الكوره. نحافظ على كيان الاكاديميه تمام، في اول حاجه السلوك وقيم ومبادئ النادي الاهلي، وبعد كده التعليم بتاع الاولاد، وحطوا لنا برنامج نمشي عليه. فشايف البرنامج ده ان شاء الله يبقى خير باذن الله على الاكاديميه، وربنا يوفقنا ونقول يعني نعمل اللي هم قالونا عليه كله ان شاء الله باذن الله.